وضعية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكور. السيد الوزير، السادة والسيدات النواب المحترمين، بداية لا شك أن المطلوب من الإعلام في المرحلة التي تعرفها بلادنا والتحديات والرهانات التي تعيشها لابد أن يكون له موقع في مواكبة هذه الرهانات وهذه التحديات. في هذا الإطار السيد الوزير، سؤالنا في فريق العدالة والتنمية مرتبط بوضعية القطب العمومي والمشاكل التي يعرفها في تدبير الموارد البشرية، في تدبير في التعامل مع الكفاءات، في الشفافية، في الهيكلة، فكل هذه يعني الأشياء المرتبطة بالقطب العمومي وخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية باعتبارها قاطرة لهذا القطب. لهذا نسألكم السيد الوزير عن وضعيتها في هذه الظروف، وشكرا. تفضلوا السيد الوزير. الصوت سيد الوزير، الصوت من فضلكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيدة النائبة المحترمة، شكرا على هذا السؤال. أود أن أطمئنك والإخوة والأخوات في فريق العدالة والتنمية، المبدأ الأساسي الذي نشتغل به في القطب العمومي هو مبدأ تكريس الحقوق المكتسبة والحقوق المبدئية التي يجب أن تحفظ ما هو مشروع بالنسبة للعاملين في هذا القطاع وللقطاع بصفة عامة. هذا المدخل المنهجي الذي على أساسه يشتغل القطب العمومي، خاصة وسؤالك يتعلق بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بإذاعتها وتلفزاتها. القطب العمومي مستمر في عملية التأهيل والعقلنة والترشيد، وكل كلمة عندها دلالة ديالها. تأهيل، عقلنة، وترشيد من أجل الوصول إلى التحكم في جودة الأداء. نحن نريد أن يقدم للمواطنين والمواطنات أداء يرتاحون له، وهناك مجهودات لا تتوقف في هذا الاتجاه. وهذه المعركة وهي معركة لا تتوقف ولن تتوقف. هذا أولا. هناك أيضا من ناحية ديال تدبير الموارد البشرية نشتغل في نطاق توسيع آفاق الترقية الداخلية بما يكفل حقوق المشتغلين في هذا الحقل من خلال المساطر القائمة على الشفافية. وسيتم الشروع، أخبركم بهذا لأول مرة ربما، بأنه انطلاقا من الأسبوع القادم سيتم العمل بمساطر جديدة على قاعدة النداء على الترشح التي سنعمل من خلالها على أن لا يكون هناك أي معيار في تقلد المسؤولية إلا معيار واحد لا ثاني له، هو الكفاءة ولا شيء غير الكفاءة، وكذلك شأن ما يجري على صعيد الإذاعة كذلك. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد وزير. هل هناك تعقيب؟ شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، الإعلام المغربي بحال النقود ديال ديقيانوس، ما بقاش عندها حق الرواج في السوق. وإلا الشارع قال لهم، قال هذا الإعلام ارحل، راه مصيبة السيد الوزير ما يجري داخل هذه المؤسسات. بالبارحة استقبل النقابات ديال هذا الإعلام، ولكن قبل تنقول أن ذاك الشباب اللي كان هذا الإعلام بغي يخدرو هو اللي نزل للشارع، يتنفش بعد الحمد لله في تخدير الشباب. النقطة اللي بغي نقول هو استقبلنا النقابات ديال الإعلام العمومي، وذاك الشيء اللي خبرونا إلا بغيتوا تطمئنوا الشعب المغربي هو فعلا واش هذه المعطيات صحيحة ولا لا. اللي قالوا لنا، اللي قالوا لنا هو كاين 6 المديرين مركزين السيد الوزير، كل مدير عنده 56,000 درهم شهريا صافية. كاين 30 مدير بما فيه مديرين خارج المنظام، خارج الأورغانيغرام، سقطوا من السماء خارج القانون وتعينوا. كل مدير عنده 36,000 درهم، 30 مدير. هذا الشيء واش صحيح؟ واش ما صحيح؟ هل المشاكل ومن بعد تيجيو تيقولوا لنا الإنتاج ما عندنا فلوس؟ إذا هاد الزبونية مزيان اللي قلتوا
ابتداء الكفاءة، هذا شيء جيد. الآن الإصلاح هذا الشيء اللي دار ما كاينش محاسبة، راه الرياح الإصلاح راه كل واحد كيعرفها. الآن هذا المجال العمومي يعني خدام بالتليفون، النقابات شنو كيطلبوا من بين المطالب ديالهم؟ ماشي تيطلبوا تحسين الأوضاع ديالهم المادية، وهذا يعني شيء شجاع من عندهم، تيطلبوا باستقلالية، ما يبقاش يتمشوا بالتليفون، باغين إعلام اللي كيحمر له وجه اللي ماشي المغربي كيبغي يشوف الأخبار ما يجري في الساحة، خاصو يمشي للقنوات الأجنبية، خاص المغربي يستقي الأخبار من المصدر ديالو ماشي من مصادر أجنبية. إذا هذا السيد الوزير، هذا الإعلام لا يساير الواقع، فيه تدبير ماشي في المستوى، فيه ربما الوزير لا حول لا قوة له، يعني بغينا أولا الحكومة بلا وزارة الاتصال. انتهى الوقت لكم الكلمة السيد الوزير في إطار رد على التعقيب. نقطتان بسرعة. النقطة الأولى موضوع المديريات المركزية والأجور، أنا مستعد للإجابة على كل الأسئلة التي ستفضلون بطرحها في نطاق اتباع المسطرة. هذه قضايا جديدة طرحتموها علي، أنا ليس لي الجواب عليها، اتبعوا المسطرة، والعيب علي ما جاوبتكم شيء وأعطيكم التفاصيل كلها. أنا رأى الإشارة وفيما يلزم من الشفافية والمسؤولية، هذا أولا. الموضوع الثاني أن ما يطالب به شباب 20 فبراير ورياح التغيير التي تهب على المغرب نحن نعانقها بالأحضان جميعا، وليست المعانقة حكرا على هذا الجانب دون الجوانب الأخرى، وبالتالي نحن بصدد بناء مغرب جديد، علينا أن نشتغل لبنائه جميعا كل من خلال المعاول التي يحملها. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد وزير.